السلام عليكم، معكم علي. اهلا وسهلا بكم درس جديد. اذا كنت اول مره تشاهد القناه لا تنسى الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نتكلم في هذا الفيديو عن كيفيه تشكيل جمله في اللغه الانجليزيه. كثير من متعلمي اللغه الانجليزيه يقول لدي الكثير من الكلمات لكن لا استطيع ان اشكل جمله، اجد صعوبه في تشكيل الجمله، عندما اريد ان اتكلم لا أستطيع، عندما أريد أكتب لدي أخطاء. أي إنسان يخطأ، الخطأ وارد، أخطأ مرة مرتين ثلاثة أربعة بعدين أتعلم، ما أستحمل الخطأ، أنا أتعلم لغة جديدة، بالتالي أخطأت أول مرة ثاني مرة خامس مرة عاشر مرة لابد بعدها أتعلم، لذلك ما أستحمل الخطأ. الشيء الثاني، يجب أن أقرأ دائما، أسمع، بهالطريقة هذه أستطيع أن أطور من لغتي. أيضا دائما أحاول أمارس اللغة، أتكلم. ممكن شخص بيقول أنا ما عندي شخص أتكلم معه، معلش أنا بتكلم، أسجل فيديو لنفسي، بالتالي أستطيع أن يصير عنده جرأة للحديث. أيضا أكتب جملة جملتين مقطع نص وهكذا. أخطأ وأتعلم من خطايا، لكن لا أقف عند حد معين خلاص أنا يأست، صعب أني أتكلم، صعب أني أكتب. مع الممارسة والمتابعة والجهد الشخصي كل شيء بيصير عندي سهل. لازم أعرف شيء باللغة الإنجليزية، للجملة لها شكل معين. طب شخص يقول أنا ما أريد يعني أحفظ بصم، أحفظ بصم أنت، لكن في عندنا قاعدة لازم أتبعها أثناء الكتابة أو أثناء الحديث، لأنه أنا عندما أكتب يعني أتعلم كيف أتكلم، عندما أتكلم يعني أتعلم كيف أكتب وهكذا. لذلك الجملة في اللغة الإنجليزية بتبدأ بالفاعل وبعدين الفعل وبعدين تكملة الجملة. تكملة الجملة ممكن يكون ظرف، يعني ظرف زمان، ممكن يكون ظرف مكان، ممكن يكون مفعول به وهكذا. أهم شيء يكون عندنا فاعل وفعل وتكملة الجملة، يعني تعطي معنى كامل للجملة، والجملة باللغة الإنجليزية لها معنى كامل. عندما لا تحوي على معنى كامل هذه ليست جملة، ممكن تكون عبارة وهكذا. الجملة باللغة الإنجليزية كما نعلم بالأول بيكون subject، فاعل، بعدين يكون عندنا verb، فعل، بعدين عندنا كومبلمنت، تكملة الجملة. التكملة كما قلنا ممكن يكون اوبجكت مفعول به، ممكن يكون عندنا مفعولين به، ممكن يكون عندنا ادفير ظرف، ممكن يكون ظرف مكان، أو يمكن يكون عندنا ظرف زمان وهكذا. قدر نظر عن التكملة، أهم يكون عندي معنى كامل للجملة. مثلا يحب الإنجليزية، أريد أحول الجملة هذه من العربية إلى اللغة الإنجليزية. يحب الإنجليزية، طيب شخص بيقول اوكي سهلة، يحب لايك. من هو اللي يحب؟ هو، معناته لازم اكتب هي الفاعل، هي لايك. بالمضارع البسيط لازم يكون اضيف اس. ممكن شخص يا اخي لماذا اضيف الاس هذه؟ خلاص عندهم باللغة الانجليزية اذا كان بالمضارع البسيط اذا عادة او حدث متكرر أضيف للفعل S، يعني استخدم مضارع بسيط. ماذا يعني استخدم مضارع بسيط؟ يعني الفعل بالتصريف الأول، إذا كان هي شيء نضيف للفعل S. إحنا نتعلم لغة ثانية ليست لغة عربية، كما يتحدثونها كما يكتبونها نتعلمها. He likes الإنجليزية English، إذا هو يحب اللغة الإنجليزية أو يحب الإنجليزية. ما
ممكن شخص بيقول لي طب وين الفاعل؟ إذا بالعربي يحب، من الذي يحب؟ هو. إذا ضمير مستتر. إذا ممكن شخص يقول يا أخي إحنا درسنا مو عربي، إحنا درسنا إنجليزي. طيب إذا أنا ما أعرف كيف يعني كيف أعرف المفعول به والفاعل، كيف أتكلم؟ ممكن الجملة هذه خلاص يحب، خلاص يعرف هو كلمة يحب لايك أو كلمة لاف، يكتب لايك إنجليش، وهذا الجملة خطأ، يجب أن تحوي على فاعل، لأنه عناصر الجملة باللغة الإنجليزية بالأول بيكون عندنا فاعل، بعدين عندنا يكون بعد فعل، ويكون عندنا أيضا تكملة الجملة. إذا هي الفاعل، لايكس هي الفعل، إنجليش كومبلمنت تكملة الجملة. بهذا الحالة الجملة صحيحة، بداية الجملة بحرف كبير، دائما الجملة الإنجليزية تبدأ بحرف كابيتال لتر، إذا حرف كبير، وتنتهي بنقطة إذا كانت جملة مثبتة، يعني كلمة مثبتة كيف يعني مثبتة؟ يعني ما فيها استفهام أو تعجب، يجب أن ننهي بعلامة الترقيم. ممكن يكون عندنا علامة استفهام، ممكن علامة تعجب، ممكن يكون عندنا نقطة. نفس الجملة، أحب الإنجليزية، من اللي يحب؟ أنا، معناته I like، أكتب English أيضا I like English، أحب الإنجليزية. ممكن شخص بيقول ليش ما حطينا S؟ خلاص احنا نتعلم، نرجع دروس ماضية بالمضارع البسيط، إذا كان الفعل هي she at نضيف للفعل S أو ES، شرحنا بشكل مفصل. لو الجملة تكون أحب الإنجليزية، أحب متى؟ في الماضي، أيضا الفعل نفسه هي، أحب الفعل لايك أحفظها، الماضي لايكت أضيف دي، هي لايكت إنجليش، إذا أحب الإنجليزية. مثلا سيحب الإنجليزية، س يحب اللغة الإنجليزية، خلاص أكتب من الذي سيحب؟ هو، هي بالمستقبل future، will he will like يعني سوف يحب English الإنجليزية. لقد أحب الإنجليزية، إذا أحبها قبل والآن يحبها، ممكن يحبها بالمستقبل القريب، إذا هذا أيضا مضارع تام، درسنا المضارع التام عندما نتكلم عن حدث وقع في الماضي وله نتائج في الوقت الحالي. He has liked English. He has liked English. إذا لقد أحب اللغة الإنجليزية. وننتبه دائما أسماء البلدان أو الجنسيات اللغات دائما بيكون حرف كبير، في كلمة Arabic إلى اللغة العربية، French اللغة الفرنسية، Spanish الإسبانية، دائما لازم يكون حرف كبير، يعني ما نكتبها حرف صغير Arabic، French أيضا small letter، إذا دائما بيكون حرف كبير. أيضا انتبه بعض الأشخاص ممكن يخطأ حرف كبير، مثلا يكتب هذا حرف كبير F وهذا حرف صغير، خطأ، إذا هذا حرف small letter، إذا حرف صغير، لماذا؟ لأنه شوف يعني بيكون هالعلامة هذه من الجهتين، بينما هذا حرف كبير، إذا capital letter F بهالطريقة هذه، small لاحظ بيكون العلامة هذه بيكون مثل السيف موجودة. أيضا حرف التي لاحظ هذا كابيتال وهذا شو سمول، في عندنا زائدة من فوق، إذا هذا بيكون سمول لتر. أيضا انتبه دائما وأبدا الضمير I بيكون كابيتال لتر، حتى لو كان احنا نعرف بداية الجملة لازم يكون كابيتال لتر، دائما ما يصير اكتب I
I like English. I like English. اكتب I small letter. ممكن شخص بيقول لي طيب like الاي سمول لتر انجلش الاي سمول لتر صحيح هاي داخل الكلمه لكن اي يعتبر ضمير بحاله الفاعل دائما وابدا الضمير اي ياتي كابيتال لتر حرف كبير دائما وابدا. الملاحظه الاخرى يجب ان نعلم انه كل جمله في اللغه الانجليزيه يجب ان تحوي على فعل. الجملة التي لا تحوي على فعل تكون جملة خاطئة. مثلا عندنا هذه الجملة انه في البيت. الجملة الثانية يشرب فنجان شاي كل يوم. الجملة الأولى يشرب فنجان شاي كل يوم. نريد نحاول على اللغة الإنجليزية. نعرف يشرب. من الذي يشرب؟ لازم يكون احنا كما قلنا فاعل فعل تكملة الجملة. يشرب كما قلنا من الذي يشرب؟ هو. معناته نبدأ بفاعل هي. الفاعل ممكن يكون pronoun ضمائر بحالة الفاعل لازم أبصمها بصم I, he, she, it, we, you, they ضمائر بحالة الفاعل بحالة المفعول به بحالة الملكية والصفات الملكية لازم أبصمها بصم هذه بدونها صعب علي تكوين الجملة بقع مطبات ويصير عندي صعوبة أثناء الحديث أو أثناء الكتابة. إذا ضمائر الفاعل ضمائر بحالة المفعول به لازم يكون بصم بصم مثل عندنا I بحالة المفعول به I me مثل give me he him she her it نفسها we us you أيضا نفسها you they them. إذا هاد دائما لازم يكون بصمهم بصم وعرفهم. إذا هاي بحالة الفاعل. الضمائر هذه بحالة المفعول به تكلمنا أيضا بفيديوهات مفصلة عنها اللي يحب يرجع عليها. أيضا بحالة الملكية أنا أملك شيء مثلا بقول سيارتي يعني my car سيارتي سيارته his car سيارتها her car its طبعا لغير العاقل مثلا its cage قفصة لغير العاقل عندنا your car سيارتك our car سيارتنا their car سيارتهم. إذا صعب إني أتكلم أو أكتب بدون ما أعرف الضمائر هذول بس عرفتهم يعني قطعت شوط كبير في الكتابة أو الحديث باللغة الإنجليزية. إذا يجب أن أرجع عليهم وأحفظهم وأبصمهم وأتدرب عليهم ما في حل. لازم أعرفهم حتى اللغة العربية لازم يكون الضمائر بعرفهم. ممكن يكون الفاعل ضمير طبعا لا نستخدم الضمائر هذه بحالة الفاعل هذه بحالة الفاعل دائما بحالة الفاعل تأتي في بداية الجملة. المجموعة الثانية هذه تأتي بعد الفعل مثلا give me give him give her بعد الفعل لأنه يسمونه ضمائر مفعول به يعني بعد وقع على الفعل. المجموعة الأخيرة الملكية تأتي قبل الاسم لأن أنا أملك شيء معين أملك اسم. إذن my car car سيارة my car سيارتي his car سيارته إذن اسم. يجب أن أعرف ترجمتهم وأعرف موقعهم وكيف أستخدمهم. موجودة فيديوهات مفصلة شرحتهم بالتفصيل عن هذه الضمائر. نرجع لجملتنا يشرب فنجان شاي كل يوم هي لأنه يشرب من الذي يشرب لأنه دائما احنا ننتبه أثناء ما نكتب لازم أنا بحط بالي هو يعني من وأيضا what ماذا
how كيف when متى. اذا دائما التكمله راح تكون مثلا هو من، من الذي قام بفعل what، ماذا، ماذا قام او ماذا فعل، how كيف الطريقه اللي سوى فيها، when متى، where اين المكان. لانه دائما الجمله هي عباره عن اسماء استفهام، يعني من قام بالفعل وماذا قام وكيف ومتى واين، هذه هي الجمله اثناء الكتابه واثناء الحديث. طيب نرجع، اذا انت مع الملاحظه هذه، الجمله كتابه او حديثا هي عباره عن اسماء استفهام. يشرب فنجان شاي كل يوم، يشرب، من الذي يشرب قلنا هو، من هي، اذا هو الفعل يشرب، نعرف يشرب drink، هي drink كما قلنا منذ قليل. اذا كان الفاعل بمضارع بسيط، اذا هذا عاده يوميه، شيء متكرر، شيء متكرر يعني مضارع بسيط يعني حاضر. اذا كان الفعل هي شيء نضيف الفعل اس، هي drinks، اذا هو يشرب. الاس هذه ما تغير من معنى الجمله ولا تغير من معنى الفعل، عندهم قاعده، اذا كان هي شيء نضيف اس. تتغير الترجمه؟ ابدا لا، ما تتغير الترجمه. الجمله لو ما ضعتها خاطئه، نعم الجمله خاطئه اذا لم اضع الاس، فقط قواعد اتبعها. هي drinks، اذا هو يشرب، ماذا يشرب؟ a cup of tea، اذا ماذا يشرب؟ فنجان من القهوه. اذا نسميها احنا مضاف اليه مثل باللغه العربيه، كان نقول يشرب فنجان، لكن فنجان ماذا؟ A cup of tea. لا نستطيع أن نقول he drinks cup of tea، يجب أن نضع a cup of tea. He drinks a cup of tea، إذا يشرب فنجان شاي كل يوم، every day. إذا every day صارت الجملة بهالشكل هذا صحيحة. هي الفاعل، عدة drinks الفعل، a cup of tea every day، هذه كلياتها كومبلمنت تكملة الجملة. طيب ممكن شخص he drinks جملة، هذه عبارة عن نسميها fragment، إذا عبارة، لماذا؟ لأن فقدت أحد عناصر الجملة، عناصر الجملة هذه ثلاثة، إذا راح واحد منهم بيكون عبارة عن fragment، يعني عن عبارة وليست جملة تامة المعنى. هو يشرب، ماذا يشرب؟ يجب أن أعطي معنى كامل للجملة. ننتبه هذه الجملة، إنه في البيت، إنه يصير شخص شو إنه، كيف أكتب إنه؟ إن إن شيء قبل بالإنجليزي، بيصير رأسه يصدع. لازم يكون عندي فاعل، الفاعل لاحظ احنا ضمير، إذا لاحظ ضمير، ما في عندنا اسم، ما في مثل علي، محمد، محمود، اللي هو إذا مو موجود اسم، معناته راح خلاص مو موجود اسم، راح يكون عندنا بيكون ضمير. يعني مو شرط يكون اسم إنسان، ممكن اسم حيوان، ممكن يكون اسم مكان، تمام، ممكن اسم نبات، لكن هنا خلاص انه معناته يقصد به هي، هو خلاص معناته انحلت، انه يعني هي. في البيت يعرف انه في at home، هي at home في المنزل. هل هذه الجمله صحيحه؟ الجمله هذه خاطئه. لماذا يا استاذ؟ خلاص هذا فاعل تكملت الجملة، طيب وين الفعل؟ ننتبه دائما وابدا، الجملة التي لا تحوي على فعل جملة خاطئة كما قلنا. طيب يا استاذ شو الحل؟ لاحظ هنا الفعل يشرب، فعل واضح وصريح بالجملة، يشرب، ينام، يأكل، يقفز وهكذا. إذا لم يكن هناك فعل واضح، بيكون الفعل am is are،
بدون تردد ابدا. اذا يكون فعل كون. لماذا؟ لأن الجملة باللغة الإنجليزية كما قلنا مرارا وتكرارا وعيد مليون مرة يجب أن تحوي على فعل، لأن هذه أخطاء الناس اللي تتكلم أو تكتب، هذه الأخطاء اللي يقعون فيها. هي at home جملة خاطئة. طيب سمعت ملاحظة أنه الأستاذ قال إذا ما في فعل واضح مثل يشرب ينام يأكل وهكذا يقرأ يكتب، معناته يكون فعل كون، يا أما am is are، معناته صار جملة انه يكون في البيت. لكن احنا باللغه العربيه لا، انه يكون في البيت خلاص، انه في البيت او هو في البيت. مباشره اعرف انه الضمائر I he she at تاخذ as، وعندنا we you they استخدم are. مباشره he is خلاص، he is at home انه في المنزل، خلصنا. He is at home. ممكن اختصرها He is at home، جملة صحيحة. طيب هو طبعا ممكن أيضا it، أتكلم عن حيوان It is at home. أيضا it is at home. طبعا واحد شغل أو ممكن شخص يسألني طب كيف أعرف إنه هي ولا إت؟ على حسب، أكيد أنا لما أتكلم مع شخص راح يسألني عن شخص إنسان، أكيد هي. إذا كان يتكلم عن حيوان، أين القطة أين الكلب أين المدري وهكذا، إذا نستخدم إت من خلال الحوار أو الحديث يكون واضح معانا. طب إذا قلت أنا في البيت، أنا في البيت، أنا نعرف I في البيت at home، I at home أنا في البيت، أيضا جملة لا يوجد فيها فعل، خلاص ما فيها فعل، خلاص أتذكر مليون بالمية يما يكون am is are. I شو تأخذ؟ am، أكتب I am at home، أنا أكون في البيت. خلصنا. لو دائما كما قلنا قبل am معناته يكون، is يكون، are يكون، كلهم نفس المعنى. am is are بمعنى يكون، لكن I تأخذ am. وأصلا بالإنجليزي من تشوف am أكيد قبلها I، مستحيل قبلها أي شيء، ما يأتي قبلها اسم ولا لا اسم نبات ولا حيوان ولا شيء. لا أصلا نقول أحمد am، أصلا am نتذكر دائما من أشوف am أكيد قبلها I. خلصنا. الباقي هي she it تأخذ is، we you they تأخذ are. إذا كان اسم شخص مثل عندنا أحمد أو إيه نفس الاسم ما يفرق، نقص حرف زود حرف ما يفرق. أحمد مباشرة مفرد أستخدم is، إذا كان جمع مثلا the cars السيارات أستخدم are، يعني is بالمفرد و are بالجمع. بهذا الشكل تكلمنا عن الجزء الأول من كتابة الجملة في اللغة الإنجليزية. نتابع إن شاء الله بفيديو لاحق أيضا حديثنا عن كتابة الجملة في اللغة الإنجليزية. أتمنى أن قدمت شيء الفائدة. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لايك للفيديو. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.